اهلا بكل مشاهدينا من جديد. دلوقتي معادنا نطمنكم على حاله الجو النهارده. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون شديد الحراره على القاهره الكبرى وعلى الوجه البحري، ويكون شديد الحراره ايضا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل هيكون الجو معتدل على كل الانحاء. كمان النهارده هنلاقي بالليل نشاط رياح على السواحل الغربيه وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. خلينا دلوقتي نطمن على الظواهر الجويه ونسب الرطوبه مع دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك وأستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنيني على درجات الحرارة النهاردة. احنا اليوم طبعا بداية من اليوم هنشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. الارتفاع ده هيكون بحوالي من درجتين لثلاث درجات عن القيم اللي كنا بنسجلها خلال الأيام الماضية. ده سبب طبعا تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي هيكون معاه كتل هوائية شديدة الحرارة، كمان طبعا ارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترة النهار وأيضا خلال فترات الليل، وده اللي هيجعل شعورنا بالطقس خلال فترة النهار إن هو شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية خلال فترة النهار، فيما عدا طبعا سواحلنا الشمالية الأجواء تبقى حارة فترة النهار، أما خلال فترات الليل الأجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان إن احنا متوقع خلال فترة المساء وتحديدا مع ساعات المغرب ودخول ساعات الليل هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، بعض المناطق كمان من سواحلنا الشمالية وشمال الصعيد. نشاط الرياح ده هيساعد على الإحساس بالأجواء المعتدلة، هيقلل من نسب الرطوبة في الجو خلال فترة المساء تحديدا، ومش هيخلينا نحس بدرجات الحرارة المرتفعة اللي احنا شاهدناها خلال فترة النهار. بالإضافة كمان إن احنا متوقع تكون شبورة مائية خفيفة جدا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة، لكن زي ما بنقول هي شبورة مائية خفيفة تتكون في الساعات متوقع المتحدة. تنتهي إمتى دكتورة منار الشبورة وارتفاع درجات الحرارة مع بعض؟ هو طبعا الشبوره بتبقى فترات الليل وبتستمر حتى الساعات الاولى من الصباح، لكنها شبوره مائيه خفيفه بتستمر على مدار الايام القادمه ان شاء الله، لكن ارتفاع درجات الحراره هيستمر معانا لمطلع الاسبوع المقبل، ويمكن كمان ذروه ارتفاعات درجات الحراره هتوصل فيها العظمى على القاهره الكبرى ل 38 درجه مئويه، وده تحديدا غدا الخميس والسبت المقبل. مع يوم الاثنين القادم ان شاء الله متوقع تنخفض درجات الحراره، لكن مش هتنخفض ان احنا طبعا الاجواء المعتدله اللي كنا بنشعر بيها في فصل الربيع، احنا خلاص داخلين على فصل الصيف، فالاجواء هتظل حاره فتره النهار معتدله فترات الليل بعد طبعا موجه الارتفاع في درجات الحراره. لكن المهم في الفتره دي اللي هو نسب الرطوبه، أكيد. يعني نسب الرطوبه بدات ترتفع هي اللي بتخلي درجه الحراره المحسوسه نتعشم بقى ان خلاص درجات الحراره تفضل مستقره على ده وان نسب الرطوبه تبطل ارتفاع. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهره العظمى فيها 36 والصغرى 24، الاسكندريه 32 23، مطروح 33 22، سيوة 39 21، بورسعيد 30 23، دمياط 29 21، الإسماعيلية 37 22، والسويس 36 21، العريش 33 22، كاترين 32 18، شرم الشيخ 38 27، الغردقة 39 28، الفيوم 37 22، بني سويف 37 23، والمنيا 37 22. أسيوط العظمى فيها 38 والصغرى 25، سوهاج 38 24، قنا 39 24، والأقصر 41 24، أسوان أيضا 41 27، الوادي الجديد 41 25، شلاتين 37 28، أما حلايب العظمى فيها 34 والصغرى 27. وبكده نكون استعرضنا بيان بدرجات الحرارة في مختلف المحافظات. خلينا نروح على طول لعبد الصمد وبسنت نكمل معهم فقرتنا، اتفضل. شكرا لك يا منى، والشكر موصول لضيفتك الكريم. شكرا لك يا منى.